لا شك أن موضوع الخصوصية والأمان من أكثر المواضيع التي تشد انتباه الشخص للحيلولة دون دخول الغرباء إلى ملفاته الخاصة، علاوة على تتبع مواقعه. ونتعرف اليوم على تطبيق زينميت الخاص لمستخدمي الأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس، الذي تتبلور فكرته حول عمليات تشفير الاتصال من خلال تشفيره للبيانات المرسلة والمستقبلة أثناء التصفح. وقد فاز التطبيق بجائزة أفضل تطبيق أمني للعام 2014، حيث يقوم بتغيير عنوان الآي بي الخاص بك، فضلا عن إخفاء هويتك الحقيقية وتغيير موقعك الجغرافي للحيلولة دون تتبعه، وذلك بهدف تفادي البرمجيات الخبيثة والثغرات الخطيرة. كما يقوم بضغط البيانات لتوفير حزم الاتصال ولتسريع عمليات التصفح وإلغاء حظر الإنترنت مع جميع المواقع.